هذا وأجرت موفدة التلفزيون المصري الكوب 27 إيمان منصور لقاء خاصا مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، حيث أكد الجبير أن مصر والسعودية تلعبان دورا مهما لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية. فعلا في كوب 27 بالأمس شهدنا انطلاق النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور صناع القرار وقادة الحكومات. معنا الآن معالي وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية سيد عادل الجبير، أهلا بك معنا في التلفزيون المصري، ونتحدث عن هذه المبادرة في نسختها الثانية. إلى أي مدى عززت أهمية الجهود للتحول إلى الطاقة النظيفة؟ هي هذه هي القمة الثانية وليس النسخة الثانية، والمبادرة تم طرحها في العام الماضي في قمة عقدت في المملكة العربية السعودية، وهذه الآن القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء. هي مبادرة مهمة جدا، مبادرة طموحة تهدف إلى زراعة 40 بليون شجرة ونبات في منطقة الشرق الأوسط الكبرى على مدى العقود القادمة، لتساهم في تخفيف الكربون وتعزيز إنتاج الأكسجين، ليكون مساهمة المنطقة مساهمة فعالة وجادة في تحسين المناخ على مستوى العالم. ما يمكن أن تقوم به مصر والسعودية في هذا الملف لإنقاذ البشرية من أثار التغيرات المناخية في رأيك؟ أعتقد أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة يلعبون دور مهم ويولوا اهتمام بالغ للتعامل لمواجهة هذه التحديات، وكما يقول الواقع هو في الأفعال وليس الأقوال، وما قامت به المملكة العربية السعودية وما تقوم به مصر واضح للعالم كله. المملكة العربية السعودية لديها أكثر من 60 مبادرة بالنسبة للداخل في المملكة تتعلق بالأمور البيئية والمناخية، سواء كانت تحويل تحديد أماكن محمية بمقدار 30% من الأراضي السعودية اللي نعمل عليها، أو 20% من المناطق البحرية، تحويل النفايات إلى طاقة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، بناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم في شمال المملكة العربية السعودية، وغيرها من المبادرات العديدة. هذا في الشأن الداخلي. ومبادرة السعودية الخضراء طبعا المعنية بالتشجير وزراعة الأشجار في المملكة العربية. بالنسبة للمبادرات الإقليمية، هناك مبادرة الشرق الأوسط الخضراء كما ذكرنا، والتي هدفها أيضا لتخفيض الانبعاثات وتخفيض التلوث ورفع مستوى الأكسجين في العالم. فإحنا هذه تدل على حرص التي توليه البلدين للتعامل مع التغير المناخي، وأيضا تشير إلى الدور القيادي التي تلعبه الدورتين في حث المجتمع الدولي على تكثيف الجهود والتعاون في هذا المجال. وقمة كوب الحالية في مصر تعتبر قمة محورية، لأن التركيز على التطبيق، بمعنى أنه الحديث والنقاش إلى آخره تم، الآن علينا أن ننفذ، أن نطبق وننفذ. فأتوقع بإذن الله أنها ستكون يكون لها أثر إيجابي جدا على المستوى الدولي في التعامل مع التغير المناخي. لأنها قمة التنفيذ معالي الوزير، يعني هل ترى أن العالم الآن يطلع بمسؤولياته والدول الكبرى تتحمل مسؤولياتها وتنفيذ تعهداتها الخاصة يعني تعويض أو تمويل الدول المتضررة مناخيا؟ أنا أعتقد بدون الدخول في تفاصيل أنها مسألة التنفيذ والتطبيق مهم جدا في كل المجالات، والنقاش قائم بالنسبة للتفاصيل، وسوف تكون واضحة في الختام هذه القمة. ولكن المهم أنه يكون حوار مبني على المنطق ومبني على أسس علمية وليس مبني على المشاعر. معالي وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية سيد عادل الجبير، أشكرك شكرا جزيلا. وشكرا.